يقطع قطعا جازما بأن الحاسب الآلي له ذات الحجية التي للأوراق الرسمية والعرفية المكتوبة. والحمد لله، وأنا أصير هذا بمناسبة ما أصير من أن بعض الأوراق وهي جزء ضئيل من العملية الانتخابية لم يرد من الإسكندرية. هذا الجزء الذي يرد له بديل كما قلت لكم، وكان بإمكاني لولا التحوط والتحرز أن أعلن بموجب البيانات المبدئية والكاملة التي كانت على الكمبيوتر. إذن نحن في حالة لا يدخلها أي شك، لا يدخلها أي شك بسبب أعمالنا، ولا يداخلها أي شك بسبب مواقف أن تكون هذه من المسلمات المقطوع بها. قد تأتي النتيجة أو قد تأتي الرياح على غير ما تشتهي بعض السفن، لكن ليس لنا دخل بهذا العامل النفسي لأن يقال ما يقال، إنما حقيقة الأمر والموضوعية أن هذه الانتخابات يجب أن تدرس، لأنها من أولها إلى آخرها كانت نموذجا يحتذى. شكرا لكم على ما قدمتموه، و لكم نتيجة الانتخابات. يا ريت هذا مقعد النقيب الأستاذ محمد رجائي عطية عبده وشهرته رجائي عطية. لا تعليق. صوت يا جماعة. حصل على 35,665 صوت. الفائزون بالإدارات القانونية الأستاذ هشام لطفي محمد سيد أحمد بليح وشهرته هشام لطفي بليح 28,000 صوت 289. الثاني علي محمد الصغير أحمد حسن وشهرته علي الصغير 21,000 صوت 21,149 صوت. الثالث أسامة إبراهيم حامد سلمان وشهرته أسامة سلمان 21,094 صوتا. أما الاستئناف فإن الفائز الأول الأستاذ ورداني عبد الرحمن حسن التوني يحيى محكمة استئناف القاهرة 25,000 صوت 17. الثاني أحمد سالم السيد مسيوني وشهرته أحمد مسيوني محكمة السرية 20,167 صوتا. نبيل حسن عبد السلام مرسي وشهرته محكمة استئناف إسماعيلية 21,153 صوتا. محب عبد العزيز المكاوي وشهرته محب المكاوي محكمة استئناف المنصورة 18,170. حسين عبد الوهاب حسن الجمان حسين الجمان محكمة استئناف طنطا 14,786 صوتا. محمد خلف حسين محمد وشهرته محمد خلف الكسار محكمة استئناف بني سويف 18,570 صوتا. محمد إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم فزاع وشهرته محمد فزاع محكمة استئناف 19,516 صوتا.
عبد المجيد هارون احمد عبد الرحمن وشهرته ابو عايد محكمة استئناف فينا 27226 صوتا. استاذ ابو بكر محمد احمد ضوة وشهرته ابو بكر ضوة محكمة استئناف القاهرة 20468 صوتا. سيف النصر السيد حماد مصطفى سيف النصر حماد محكمة استئناف اسيوط 18861 صوتا. سعيد خالق محكمة استئناف القاهرة 1032 صوتا. محمد عبد النبي عبد الوهاب عبد اللطيف وشهرته محمد عبد الوهاب محكمة استئناف اسكندرية 17931 صوتا. فاطمة الزهراء محمد علي محمد غنيم وشهرتها فاطمة الزهراء غنيم محكمة استئناف القاهرة 17599 صوتا. عمر جلال حسن محمد هريدي وشهرته عمر هريدي محكمة استئناف القاهرة 16831 صوتا. محمد احمد نجيب عبد العزيز وشهرته محمد نجيب محكمة استئناف بني سويف 16776 صوتا. ماجد حنا محكمة استئناف القاهرة 16086 صوتا. اسماعيل طه اسماعيل سالم وشهرته اسماعيل طه محكمة استئناف القاهرة 16555 صوتا. محمود وشهرته محمود الداخلي محكمة استئناف القاهرة 15987 صوتا. مجدي ناجي أحمد سخي وشهرته مجدي سخي محكمة استئناف الإسماعيلية 15846 صوتا. خالد أحمد مختار السيد أحمد أبو كراع وشهرته خالد أبو كراع محكمة استئناف القاهرة 15838 صوتا. محمد عبد العظيم وشهرته محمد عبد العظيم كركاب محكمة استئناف 15827 صوتا. عبد الحفيظ سليمان الروبي وشهرته عبد الحفيظ الروبي محكمة استئناف القاهرة 15100 صوتا. صلاح الدين حسين سليمان عبد الخالق وشهرته صلاح سليمان محكمة استئناف القاهرة 14953 صوتا. سيد عبد الغني عبد المطلب وشهرته سيد عبد الغني محكمة استئناف القاهرة 14782 صوتا. عيسى عبد الحميد محمد أحمد عيسى وشهرته عيسى أبو عيسى محكمة استئناف القاهرة 1572 صوتا. شكرا لكم جميعا.